علينا ومهما تعبنا، يعني لمسه زي دي جميله كده بتخلي الواحد معنويا يبقى سعيد. بنشكر عليها وبنشكر كل من حضر اليوم معانا. مش عايز اكرر تاني لما بقول كل سنه وانتم طيبين. كل صحفيين واعلامي جنوب سيناء الحقيقه عاشوا فترة عصيبة معانا الفترة اللي فاتت من 2011، كلهم تمسكوا بتواجدهم في الأرض هنا وتواجدوا رغم كل التحديات ورغم كل الانفلات الأمني ورغم كل المشاكل والصعاب اللي قابلتهم، سواء سيدات أو فتيات أو رجال، كلهم صمدوا وكلهم أظهروا جنوب سيناء بصورة حضارية جميلة، وكانوا بيوصلوا لنا الأخبار أول بأول، وعلى طول ان هم بيبعتوا كل الاخبار وكل المقترحات اللي كنا بنقدمها او سياده المحافظ بيحاول انه يوجهها للعالم. يعني الدنيا ده بصراحه علينا كلنا، يعني انا سعيد جدا يعني لان احنا بنعمل روح الفريق.